خليني برضو اجي لك كابتن هشام. طبعا حضرتك كابتن الفريق ويعني ما شاء الله كابتن محمد والدكتور عادل يعني الحقيقه قالوا كلام يعني شاعر عنكم بصراحه، انتوا ابطال وتستحقوا الحقيقه كل فخر اللي انتوا بتحققوه لبلدكم. خليني اتكلم، انت اللعبه دي تاريخك معاها قد ايه؟ ابتديت معاها قد ايه؟ وشاركت كام بطوله مع المنتخب يا كابتن هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا فعلا كنت يعني ما كنتش هتكلم تقريبا على البطوله قد ما انا كنت عايز استغل الحدث ان انا في قناه الاهلي، في قناه النادي اللي انا بسببه لعبت الرياضه اصلا. يعني فعلا. انا يعني انا اهلاوي صميم، انا والدي ما كانش لي في الكوره ولا في الرياضه عموما، بس حبيت الاهلي. بس انا حبيت الاهلي وخاصه الكابتن محمود الخطيب، يعني هو فعلا. اللي حببني في اللعب، هو حاببني في الرياضه عموما. ده مثل الاعلى على فكره، واحنا فخورين بيك ده الكلام ده بقوله مش عشان قناه النادي الاهلي، واحنا سعداء بيك. كل الناس عارفين ان انا لما حد يقول لي مسك الاعلى مين، هو كابتن محمود الخطيب. فانا هتكلم عن الفرقه بتاعتنا. نعم. احنا الفرقه بتاعتنا بدا طبعا من الجيل اللي قبلي، من اخر السبعينات، يعني جيل عظيم عمل اللي عليه وسلمنا الرايه في اول الثمانينات وفي بدايه التسعينات. انا لا بلعب في المنتخب من سنه 95 ما شاء الله، يعني في حدود 26 27 سنه ما شاء الله، تاريخ كبير. انا لعبت الحمد كذا دوره برالمبيه، ست دورات برالمبيه وست كؤوس عالم ما شاء الله، ولعبت بقى كميه كبيره، ولعبت طبعا اربع بطولات قاريه، ولعبت بطولات افريقيه كتير وبطولات عربيه كتير، حصلت على القاب فرديه كتير. بس انا عايز ارجع بعيدا عن انا شخصيا عن الفريق نفسه. اتفضل. الفريق بتاع الكره الطايره جلوس هو من سنه 2000 تحديدا، عشان كده قلت للكابتن محمد 22 سنه. من سنه 2000 والفريق ده بينافس على ميداليه في خلال ال 22 سنه، يعني دايما بينافس، مش هنقول من السته الاوائل، هو دايما من الاربعه الاوائل، مره او اتنين بس بعيدنا عن الاربعه الاوائل. ولكن يعني في خلال الفتره اللي انا قضيتها في المنتخب طويله، انا دخلت ناشئ ودلوقتي انا 26 سنه. بالظبط. انا اعتبر داخل ناشئ زي الكابتن المجموعه اللي خدها جديد معانا في كاس العالم، كنت اعتبر لسه جديد. وحاليا انا كابتن الفريق من 2014. اللي انا شايفه ان في خلال ال 22 سنه دول الكفاح كان كفاح داخلي فقط بصراحه، يعني الدعم اللي احنا حصلنا عليه خلال السنين دي، السنوات دي كلها، كان مقبول بس مش بالشكل الكافي لفريق عالمي بيحافظ على نتائجه خلال 22 سنه. فانا بناشد كل المسؤولين كلهم جميعا، مش هستثنى حد قبل وبعد، ان احنا محتاجين نظره غير اللي احنا بتبص لنا بيها دايما. احنا فريق طالما حافظ كل العدد السنوات دي صحيح على مكانته العالميه، اعتقد انا نفسي يعني ده حلم انا اللي اشوفه في اللي بعدي، لان انا اعتقد ان انا ما اعرفش اقدر اكمل ولا لا. صح عليك، الجهاز الفني موجود والاتحاد ان شاء الله تكون عضو فعال. يعني حلمي الحقيقي ان انا اشوف الفريق ده فعلا واخد مكانته الحقيقيه في الاهتمام ان شاء الله. يعني هو فيه اهتمام بس مش بالقدر. انت طمعان في زياده عشان تحققوا انجاز اكبر. انا طمعان في الحق اللي هو الفريق ده فريق عالمي. نعم. بيحقق نتائج عالميه، بيجيب دايما ميداليات اولمبيه، احنا جايبين ميداليتين اولمبيتين وميداليتين في كاس عالم، ومستحوذين على بطوله افريقيا في خلال الفتره اللي لعبتها كلها ويمكن قبل كمان. فاحنا فريق عالمي، يعني احنا فريق قوي. فبحس اللعبه مش سهله يا كابتن، خلي بالك برضه اللعبه الجماعيه صعبه حضرتك عارف. لا ده انت يعني كمان كره الطائره جلوس دي انت بتقابل دول اوروبيه بتاخد دعم فرقها من المسؤولين هناك او من الاتحادات بتاعتهم، بتاخد دعم قوي جدا. يعني انت لا انت كسبتوا المانيا، كسبتوا كندا، احنا بنكسب ابطال عالم برضه. كل الفرق دي ابطال عالم والترتيب بيننا يعني طالع نازل. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك اللي باقي من الفريق اللي انا بدات معاه سنه 2000 او 95 تحديدا هو لاعب واحد. نعم. كابتن محمد الحناوي. الباقيين كلهم يعني زي اي فريق بيتجدد. نعم. وبيتغير. نعم. مع الزمن. نعم. يعني تمام. ورغم كل التغير اللي حصل محافظين على كل السنين اللي فاتت دي من اجهزه فنيه واجهزه اداريه، ما الفريق ناجح بتسلسل السنين دي كلها ناجح. انا بس يعني نفسي يحصل دعم اقوى ان شاء الله يحصل، عشان يحصل ميداليه لمصر. ما احنا طول الوقت بنسعى كل السنين دي ليه؟ لميداليه. احنا بنحب بلدنا، فاحنا عايزين ميداليه. طبعا. فاحنا لو حصلنا على الدعم الكافي ومعسكرات والدفعه الكافيه، احنا ممكن في فرنسا نعمل ميداليه الحمد لله، ونعمل ميداليه جديده علينا. ان احنا نلعب نهائي، احنا دايما بنلعب في مستوى الثالث الرابع، يعني حصلنا على الثالث كتير في بطولات عالميه، ولكن عايزين الطلعه دي محتاجه برضو شغل. محتاجه انت بتتكلم من منطلق غيرتك على الفريق، وان انت ده 26 سنه أكيد أكيد. وشايف ان انت عايز دعم عشان عايز توصل لنقطه تبعد بيها كمان لابعد من اللي انت وصلت له. انا اقول لحضرتك في خلال الفتره دي حسيت احاسيس كده، مش من داخليا، لا بحسها خارجيا. يعني لما اجي طالع بطوله عالم زي دي
في فرق غير مصنفه يعني بره السته اللي فوق زي رواندا مثلا. بالظبط مثلا انا اعتبر ان انا بنتكلم على رواندا. الامكانيات اللي حصلت عليها رواندا فيما قبل بطوله عالم هو ده الطبيعي اللي يحصل لفرقه راحت تنافس. هي مش راحت تنافس معسكرات واحتكاكات وجهاز فني يعني كتر خير الاجهزه الفنيه اللي بتشتغل معانا والاجهزه الاداريه. يعني انا هنقول ان الدعم اللي هم بيتصرف مش كافي فبيعملوا اللي عليهم. يعني الجهاز الفني في البطوله دي مثلا كان قايم بكل الادوار زي الادوار اللي هي المفروض ما لهاش دعوه بالفنيه. نعم. ادوار اداريه وتخليص اوراق وفي السفاره وحاجات عشان كتيره يوفروا عشان يوفروا هو تعاون مع الاتحاد. ما احنا كلنا عايزين ننجح. وهو الاتحاد عنده بادجت يعني الاتحاد بيعمل اللي عليه بيعمل اللي عليه. وانتوا كلاعبين متقبلين ده عشان باليكوا هدف اكبر هو اسم مصر. بس انا بتكلم على الوضعيه الاساسيه للعبه. احنا لفريق منافس المفروض كل الامور دي تبقى سهله. انا كلاعب ما اشغلش بالي. انا فعلا اتقال لي كتير قوي في حياتي الرياضيه ما تشغلش بالك فكر في اللعبه بس. تمام انا نفسي اعمل كده بس ساعات بضطر افكر في حاجات ثانيه في حاجات ناقصه عايز افكر فيها ما هي مش موجوده. فدي دعوه مني لكل المسؤولين لدعم الفريق ده لحد فرنسا عشان ان شاء الله. انا بوعدكم اهو على الهواء احنا لو خدنا الدعم الكافي هنجيب ميداليه ان شاء الله. هنلعب الاول والثاني ان شاء الله في فرنسا. واحنا طبعا يعني فخورين بيكم وفخورين بيكم بتأدوه حاجه يعني زي الفل.